الخاتمة نبذة عن حياة القديس ثيوفان النازك من 1815 إلى 1894 ميلادية. القديس ثيوفان النازك هو أحد قديسي الكنيسة الروسية، حيث اعترفت به الكنيسة الروسية سنة 1988 ميلادية أثناء الاحتفال بمرور 1000 عام على معمودية الكنيسة الروسية، وذاعت شهرته جدا حتى أنه لم يمضي على انتقاله أكثر من 100 عام إلا وقد سمع عنه الكثير ممن يتحدثون اللغة الإنجليزية. ورغم أنه ولد عام 1815 ميلادية وانتقل عام 1894 ميلادية، إلا أنه يمثل التقاليد القديمة لآباء الكنيسة التي مر عليها من 1500 إلى 2000 عام، فهو المعلم الحديث للمعرفة المسيحية للتقاليد القديمة. ويعتبر ثيوفان النازك أحد الشيوخ ليس باعتبار السن ولكن باعتبار الخبرة والإلهام والتعاليم المضيئة، وهو أحد الأساقفة الذين علموا التعاليم المسيحية القديمة، ولهذا السبب أعطيت أهمية كبيرة لكتاباته التي تعتبر أساساً لمن يريد دراسة الفترة الحية لتاريخ الكنيسة خلال القرن الأول والثاني للمسيحية. ولقد ولد ثيوفان النازك باسم جورج جافروف عام 1815 ميلادية، وقد عاش طفولته في مناخ مسيحي أرثوذكسي، حيث أنه كان ابناً لأحد الكهنة، وقد زار في طفولته مغائر الرهبان وأعجب بها جداً. وعندما كان له من العمر 26 عاماً أي عام 1841 ميلادية، التحق بالمدرسة اللاهوتية وقد صار راهباً بعد ذلك، وصار أيضاً في نفس الوقت أستاذاً للاهوت ومدرساً بالكنيسة. وطاف في رحلتين خارج روسيا، إحداهما إلى أورشليم استغرقت 7 سنين، وتعلم من أورشليم الحياة المسيحية القديمة، وهذه ساعدته في خبرات حياته. وقد وجد في قليته بعد انتقاله غالبية كتابات آباء الكنيسة العظام، علاوة على الكتب الفلسفية الأخرى، بالإضافة إلى 150 مجلداً للاهوت باللغة الفرنسية. وفي عام 1857 ميلادية عندما رجع من رحلته الثانية أصبح كاهناً لكنيسة القديس بطرس. وفي عام 1859 صار أسقفاً لمدينة تامبوف، وخلال رعايته وعلاقاته كأسقف تأثر به شعبه تأثراً قوياً. وفي عام 1873 ميلادية أصبح ثيوفان أسقفاً على إباريشية كبيرة، لأنه بحسب الكنيسة الروسية ممكن أن ينقل أو يرقى الأسقف من مكان إلى مكان، فصار أسقفاً على مدينة فلاديمير، حيث ألقى بها عظات عديدة مميزة. وفي عام 1866 ميلادية تنحى عن إباريشية فلاديمير والتحق بدير فايشا كمتوحد، ولكن خلال السنوات الست الأولى لالتحاقه بالدير عاش في حياة الشركة مع الرهبان الآخرين. وفي عام 1872 ميلادية اعتكف في قلايته واعتذر عن مقابلة جميع الزائرين نهائياً. ولكن رغم حياة الوحدة التي عاشها فقد كان يتسلم كل يوم من 20 إلى 40 خطاباً، وكلها طلبات للإجابة عن أسئلة روحية، وكان يجيب على جميع هذه الأسئلة، واستمر حتى انتقاله في مساعدة وإرشاد الناس بالإجابات التي يرسلها لهم. ولذلك ترك لنا ثيوفان النازك ثروة حقيقية لتعاليم دينية وفلسفية تتميز بأنها ممارسات عملية وليست أحاديث نظرية. وفي ذلك الوقت كتب عدداً كبيراً من الكتب اللازمة، بالإضافة إلى مجلدين في تفسير الكتاب المقدس، وكتب أيضاً كتابين في غاية الأهمية عن الروحانية في الكنيسة الروسية.
وخلال الأعوام من 1876 حتى 1890 قام بترجمة كتب الفيلوكاليا، وهي كتابات الآباء القديسين الأوائل، حيث نقلها إلى اللغة الروسية، وأضاف إلى النصوص اليونانية كتابات السريان أيضاً، وأصدروها في 5 مجلدات تعتبر أعظم ما كتب في العالم عن الروحانيات الأولى. وفي ذلك الوقت تبنى ثيوفان الناسك إصدار كتاب المحاربات الروحية الذي كتبه أصلاً الكاهن بانتيان، ولكن ثيوفان الناسك أضاف على الكتاب الأصلي بعضاً من الفصول الأخرى. وهذا الكتاب أي المحاربات الروحية كان قد صدر في القرن 16، ثم صدر أخيراً باللغة اليونانية عن طريق نيقوديموس الذي من الجبل المقدس. وأخيراً في عام 1894 ميلادية انتقل ثيوفان الناسك وهو في قلايته عن عمر يناهز 79 عاماً. وهكذا عبر هذا الرجل الذي قال: لا تتجه نحو الأرض لأن كل ما فيها باطل، إن السعادة هي ما بعد القبر، هي الأبدية غير متغيرة، وهي الحقيقة ذاتها. وهذه السعادة تعتمد على كيفية قضاء هذه الحياة التي هنا. وبعد أن تبارك الجميع من القديس ثيوفان الناسك، تم دفنه في كاتدرائية كازان، وتم دفنه على يمين مذبح فلاديمير. أما الذين لم يتمكنوا من حضور الصلاة على جثمانه ذهبوا إلى القبر وحضروا طقس الدفن وبكوا وناحوا. وبعد انتهاء مراسم الدفن حضر كثير من الشعب من مسافات بعيدة جدا لمئات الأميال لكي يقدموا له الاحترام والتوقير، وليطلبوا له النياح من الله، ولكي يطلبوا صلواته أمام عرش الله. وتم الاعتراف به قديسا في الكنيسة الروسية عام 1988 ميلادية. ولكن حتى هذه اللحظة فإن حياته الخاصة ما زالت كتابا مغلقا. ولكن الذي حدثنا عن تفاصيل حياة ثيوفان الناسك هو الإنسان الذي كان قريبا إليه، وهو التلميذ المرافق له في قلايته، وعاش معه ويدعى إفلامبي، وقد خدمه لمدة 25 عاماً، وقد صام 10 أيام بعد انتقاله، ثم انتقل بعد 2 أسبوع من انتقال القديس ثيوفان. وبسبب هذا فإننا لا نعرف إلا القليل فقط عن الأيام الأخيرة من حياة القديس ثيوفان الناسك.